سارة. أهلين حبيبتي، كيفك؟ بوا سارة، أنت عم تبكي؟ شوفي حبيبتي، صاير معك شي؟ احكي لي، وينك أنت؟ ما في شي عم يصير منيح. أنا وحيدة، ما في حدا واقف معي. بوا، أنا عن جد هلأ بحاجتك كتير، أكتر من أي وقت تاني بحياتي. شغلتي لي بالي، احكي شو صاير معك؟ أنا طلعت من البيت اللي قاعدة فيه خالتي، حاسة إنه كل العالم واقفة ضدي، وأنا بصراحة مو حابة أرجع لعند زاهين على البيت لهيك. أنا بدي أجي لعندك. تفضلي آنسة عادي. لا شكراً كتير إلك، أنا طلبت تاكسي. ماشي،